شوفوا يا أخوة، ما يحصل في سقطرة هي نتائج طبيعية، لا تحرقوا دماءكم ولا تزعلوا ولا شيء. الرئيس هادي ارتضى أن يكون في هذا المكان، الرئيس هادي ضحى ب 300 شهيد وقتيل وهم يدافعوا على مشارف عدن للدفاع عنه والدفاع عن شرعيته والدفاع عن الدولة والجمهورية. تخلى عنهم الرئيس هادي، الرئيس هادي تخلى عن من دخلوا لهم إلى المستشفيات من الجرحى وذبحوهم بالسكاكين وهم بيدافعوا عن الرئيس هادي وعن الدولة وعن الجمهورية. الرئيس هادي تخلى عن الميسري، تخلى عن الجبواني، تخلى عن خيرة رجال اليمن، تخلى عن القشيبي وتخلى عن الشدادي وتخلى عن اليافعي وعن طماح، قافلة طويلة من الشهداء هم بيدافعوا عن الرئيس هادي. تخلى عنهم وذهب يوقع مع القتلة ومع المجرمين مع ميليشيات محمد بن زايد. الرئيس هادي خذل اليمنيين 30 مليون يمني، خذلهم الرئيس وهذه الحكومة السافلة، حكومة المرتزقة، حكومة يعني يستلموا دراهم من محمد بن زايد ويستلموا بالريال السعودي من محمد بن سلمان، باعوا ضمائرهم لأجل الأموال. تناصر الشعب اليمني الذي يتحمل الصبر طوال 5 أعوام من القصف من الحصار من القتل من الدمار، واليوم انتم زعلانين. لا تزعلوا، الأمر طبيعي، وعلى القيادات الكبرى مثل محروس وغيرهم اليوم لا يضحوا بأرواحهم، لا تضحوا بأرواحكم لأن ما فيش رئيس بيحميكم. الرئيس في الأخير بيروح يسلمكم للميليشيات مثل ما حصل في عدن، هذا أمر طبيعي. ليش تحرقوا دماءكم؟ ليش تحرقوا نفوسكم على رئيس قبل الذل، قبل الذل لنفسه وحاول إهانة اليمنيين وإهانة الدولة والجمهورية والوحدة، وذهب ليوقع مع قتلة ومجرمين دخلوا إلى بيته، قتلوا قياداته، قتلوا حراسته، أعادوا طائرته من فوق مطار عدن. كل هذا يعني للأسف الشديد ترك جانبا الرئيس هادي وراح يوقع مع مجرمين وقتله. لذلك لا تحرقوا أنفسكم، ما يحصل اليوم في سقطرة ربما بكرة يتكرر في حضرموت وفي شبوة وفي بقية المدن، لأن الرئيس خذل الجميع، خذل كل من وقف معه، خذل كل الأبطال، خذل الشعب اليمني 30 مليون.